وسهلا لك بيداش، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله عمركم كامله يكونوا على خير وبخير. لقانا 5 5 كما العاده. المهم هكذا ديالي اليوم غادي نقدم لكم هذا الفيديو، غادي تستافدوا منه بزاف بزاف. هذا فيديو خاص بزياده الوزن، بالقولون العصبي، بجرثومه المعده، شنو درت باش غلاضيت، شنو الفانيد اللي خديت. غنجاوب على جميع الانتقادات ديالكم وغنقول لكم احسن وصفه اللي جربتها مؤخرا وعطاتني نتيجه. شوفوا انا باش نكون معكم كلير من الاول، انا ما غنطبقش معكم نهائيا الوصفه، حيت تبارك الله ما شاء الله الا طبقت الوصفه غادي نولي قدي قداش. داكشي باش تسمعوا مزيان مزيان هاد النصائح اللي هي قيمه الكبدات ديالي، حيت كنجاوب 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 وكنلقى راسي ما جاوبت حتى شي حاجه. داكشي باش ركزوا معايا مزيان. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي اغلبيه المشاكل اللي كتوصلني من عندكم واقتراحات ديال الفيديوهات. الاغلبيه دنيا عافاك، القولون العصبي، القولون العصبي راه محنا. شوفوا انا راه وحده من نعاني مع القولون العصبي، ما نقولش لكم نهائيا راه تفكيت منه، راه ما بقاش كيضرني وما بقيتش كنعاني منه. لا كبده ديالي، حتى انا كتجي واحد المرحله اللي كيقتلني القولون العصبي، ولكن كنعالجو. دائما كنشارك معكم الطريقه كيفاش كنعالجو، وغادي نعطيكم عاوتاني طريقه واحده اخرى بالنسبه للبنات مثلا اللي ما يقدوش انهم ما توفرش عندهم سنامكي، ما غاديش يلقاوها نهائيا. زعما سنامكي الاوريجينال اللي جايه من السعوديه ولا جايه من الخليج اللي مزيانه ما غاديش يلقاوها. شوفوا النفع وحبه حلاوه، هاد الجوج راه كيحيدوا القولون العصبي، كيعالجوا جرثومه المعده، وكيزيدوا لك في الوزن ديالك، وكيزيدوا لك في المناطق الحاد. هاد المكونات بجوج بهم انا كنشوفهم كنظره زعما تجربه شخصيه انهم احسن جوج مكونات ممكن انهم يعالجوا لك القولون العصبي. جربوهما البنات، سينو خذوا الكمون، كمون البلدي، كمون البلدي حتى هو كيهمد، ولكن كنقول لكم مكونات اللي كيعالجوا لكم واحد المشكل وفي نفس الوقت كيزيدوا لكم في الوزن ديالكم. دونك جربوهم. القولون العصبي ما معاش نهائيا اللعب، كيجي كيمشي كيجي، خصك المداومه، خصك ديريها اليوم وغدا وبعد غدا وداومي عليها حتى كتشوفي راسك باللي صحيحتك ولات رجعات بخير وعلى خير. البنات انا راه لدابا مازال كناخذ نافع وحبه حلاوه، مازال لدابا كناخذهم. دونك ضروري من المداومه. عندنا واحد المشكل، القولون العصبي يعتبر من امراض اللي ما عندهاش نهائيا العلاج، وما عندهاش نهائيا زعما الدواء شي حاجه ميديكامون، واش فهمتوا؟ حتى بالنسبه للاسباب ديالو اغلبيه ما عارفينش نهائيا شنو الاسباب ديال القولون العصبي، من غير انهم تيقولوا لك انه التوتر، ستريس، العصبيه هما اللي تيخليو عندك داك القولون العصبي. كاينين حالات اللي هما كثيره بزاف بزاف كتجيهم برا الدان، حاشاكم اعزكم الله، كيجيو واحد الحالات اللي هما خايبين. داكشي باش هاد الوصفات، هاد الوصفه بالضبط اللي فيها جوج ديال المكونات، بنات اللي غيسولوني كيفاش كتشدوا المكونات بجوج كطحنوهم وديروهم في بواطه ديال الزاج، تكون محكمه الاغلاق في الصباح ملي نفيق، مع الصباح على الصباح نفيق ندير واحد الكاس ديال الماء يكون مغلي مزيان مزيان، ندير فيه جوج ديال المعالق، نحركو ونصفيه ونشربو كل صباح. كل صباح يكون عندك من الروتينات الصباحيه ديالك، غتهني من القولون العصبي وغدي تربي صحتك. البنات اللي كيقولوا لي كنجربوا وصفه طبيعيه وما كتزادوش في الوزن، عالجي بعد المشكل الاساسي، حيت الا ما عالجتيش القولون العصبي نهائيا من غير الا خديتي فانيد ديال الصيدليه غادي ينفخك بالماء واحد المده، ومن بعد غادي تفشي وغادي ترجعي كيف ما كنتي. دونك المشكل الاساسي هو القولون العصبي، نعالجو هو الاول، عاد من بعد نشوفو زياده ديال الوزن. البنات اللي كيصيفطوا لي لي ميساج اولا كيكومونطيو تحت من الفيديوهات ديال زياده الوزن، دنيا انت يا شاربه الفانيد وكتكتبي علينا حنايا، دنيا رانا شفتك في الفرماسيا كتاخدي في الدواء وكتجي تكتبي علينا. شوفوا البنات راه ماشي قضيه زعما غادي نكذب عليكم اولا غادي نغشكم، اشنو غادي نستافد؟ غلاضيت غلط طبيعي، كنجي كنقول لكم راه غلاضيت غلط طبيعي. هذيك البيريود اللي غلاضيت فيها ها شنو كنت كناخذ؟ سواء تكون زعما وصفه اللي قبل من هذيك عطات المفعول ديالها، سواء هذيك الوصفه اللي كنت خديت هذيك البيريود هي اللي زادت ليا الوزن. في كلتا الحالتين راه بارطاجيتهم معكم بجوج بيوم. اهم حاجه هي المداومه. انا راه كنكون دايره واحد هذا الميزان اللي كنعبر، كنكون كندير الوصفه وكل نهار كنتعبر وكنشوف شحال زادتني هذيك الوصفه. ملي كنشوف الوزن ديالي تبت ما بقاش كيتزاد كنعاود ندير وصفه واحده اخرى، ولكن ما كنحيدش الوصفات. راه لا يعقل انك غادي ديريها مره ولا جوج وغادي تغلاضي، ما يمكنش. خاصك تعطي الجسم ديالك سعرات حراريه اللي هي زايده، خاصك تاكلي مزيان. ديجا كنقول لكم البنات اللي عندهم الشهيه ديالهم مسدوده، اولا مثلا عندهم
مشكل مثلا ديال المعده اولا ديال جرثومه المعده، شنو غادي ياخذوا؟ اسهل حاجه اللي كنستعملها انا شخصيا، غادي تاخذوا الحلبه، ها هي الحلبه، الحلبه العاديه ولا الحلبه البلديه اولا اي حلبه عندكم، تنقيوها مزيان مزيان ومن بعد كديروها في اترو ديال الماء. هاد الليتر ديال اول حاجه كتفتح لكم الشهيه زوينه بزاف بزاف لمالين السكر. الناس اللي عندهم السكر الحلبه، هاد الحلبه والماء، اولا بغيتو تهبطوا السكر وتربيو الصحه ديالكم كديروا الحلبه والماس، هذا كيهبط السكر، ما يستعملوش نهائيا الناس اللي ما عندهمش السكر. المهم هاد الوصفه راها غزاله بزاف بزاف بالنسبه لفتح الشهيه. نجيو دابا للوصفه اللي غلطتني انا ولقيت عليها نتائج. الوصفه اللي غلطتني هي المكسرات اول حاجه، الكتيره والبكبوكه وحب العزيز. هاد المهم واحد فيهم خصو يكون، الا درتو الكتيره ما ديروش البكبوكه، ولا درتو البكبوكه ما ديروش الكتيره، ولكن ديروا الكتيره وحب العزيز ولا البكبوكه وحب العزيز مع المكسرات ومع الشكلاط. ودرت انا حتى التمر، حتى التمر حتى هو بخرته وخلطته معاهم وكناكلها يوميا. هادشي اللي زاد ليا في الوزن، ما بغيتش نهائيا زعما نحضر معكم الوصفه حيت عارفه راسي غادي ناكلها وانا يلاه قطعتها. المهم قطعتها وما ضعفتش نهائيا، دابا راه قاطعه شي 3 ايام وما ضعفتش نهائيا والوزن باقي ثابت. كتاخذوا البكبوكه اولا الكتيره وحده فيهم، تاخذوها من عند العطار اولا المعشبه وطحنوها مزيان مزيان، كتزيدوا عليها حب العزيز، حب العزيز راه بحال اللوز، كتزيدوا عليها وكديروا المكسرات اي حاجه عندكم، او اكثر حاجه غنانسيستي لكم عليها هي زنجلان، وديروا معاه الصوجة. من بعد بغيتو تزيدوا اللوز الكاجو على حسب كل واحد الامكانيات ديالو، ممكن ديروا غير كاوكاو، كل واحد على حسب الامكانيات ديالو. كتخلطوهم بالشكلاط مزيان مزيان، انا شديت التمر بخرته وطحنته معاهم، خلطته معاهم مزيان مزيان، ولات عندي بحال لحظه صحراويه. دابا نبارطاجيها معكم ان شاء الله يا ربي، غير دابا ما بغيتش نقادها باش ما ناكلهاش، باش ما نحسش براسي كنجعوق بزاف بزاف، ولكن كنبغي البنات نفيدكم وكنبغي انكم تهناو من هذا المشكل، حيت ديجا بنات اللي كانوا متبعين معايا من الاول صافي غلاضوا ربو الصحه ديالهم. داكشي باش هاد الهضره ديال الفانيد، خديتي الفانيد كليتي الفانيد البنات، راه ما بغيتش نحلف لكم ولكن راه ما كاين لا فانيد لا حتى شي حاجه، وان بعد الظن اثم. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى لكم خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما بغيتش نطول عليكم فيديو اكثر من هكا، خليتكم على خير بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو ديال الخير واحد اخر. اي استفسار او لا اي سؤال خليه ليا في انستغرام، كنجاوبكم كاملين الكبيدات ديالي وكنحاول نلقى معكم حل باي شكل كان. المهم كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، يلا خليتكم على خير بسلامه عليكم، تهلاو ليا في راسكم، وما تنساوش الا عجبكم هاد النصائح ديروا لي لايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم هكا باش تعم الفائده.